على كلامها بيخونها الشهاده اللي عملت فيه. اسمح لي الاول مره نستعين بصديق. مرحبا بكم في سلطعون بلانيت. وحشتوني وحشتوني والله. ليكوا غيبه. اه والله. ارجوكوا عايزين نكمل على لايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس والفولو على الانستجرام، مهم جدا عشان عليه التراك بتاع قوم وعليه تراكات كتير جدا هتنزل على الانستجرام، وممكن التراك برضو بتاع هكا ماما ده برضو ممكن ينزل على الانستجرام. فارجوكوا الانستجرام مهم جدا 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 الفتره اللي جايه. كوبي رايت يا جماعه، كوبي رايت مبهدلنا والله العظيم. الانستجرام بالظبط عامل زي هنا، الانستجرام عليه تراكات زي هنا بالظبط، ومش هتلاقوه هنا. فبعد اذنكم الانستجرام معانا النهارده خشاجي. معانا النهارده شامة، هو بيعمل ميكسات لحاجات قديمة. انا مش عارف هو ولد ولا بنت الصراحة، بس هو بيعمل ليه ستايل كده معين حلو بيعجبني. والجيو تراك اسمه خشاجي لالا ماما، والتراك ده ليه قصة. ده ليه قصص بالظبط كده. تمام. هو التراك من التراث المغربي اليهودي. القصه بقى الحمد لله ونحب نشكر برضو شامة. تمام. ان هي كاتبه قصه تحت القصة مقربة بالظبط لو قلبها، يعني خلينا نقول بمعنى صحيح بالزبط. لان هو في كذا حاجة وكذا حوار. طيب. حصل. نخش في التفاصيل بتاعة القصة الاول. وعشان نحكي القصة لازما ولا بد احنا يبقى فود، يعني في مود معين لحكايان القصة. عشان ايه بقى خشاجي؟ عشان إيه؟ عشان مش هيدا بردمج عادي يعني. خش علوم يا زميلي. كان يا مكان في سالف العهد والزمان، هناك شاب مغربي وديانته اليهودية، كان يحب امرأة مسلمة مغربية، وبرغم اختلاف الديانات والتقاليد كان يحبها، ولكنها كانت تشك فيه مع بنت حليمة، فغنى لها هذه الأغنية لأنها جرحته، وقال لها أنا لا أخونك ولن يفرقني عنك إلا الموت. الموت الموت الموت. الله أعلم القصة دي صح ولا غلط، وسامحوني لو في أي حاجة غلط في اللي أنا قلته. اتمنى ان انتوا تكتبوا لنا تحت في الكومنت عشان نبقى عارفين القصه احنا قايلينها من الديسكريبشن، عشان ما حدش يقول لنا ان انتوا قطعتوها في الديسكريبشن. القصه اللي هي تعتبر قايله انها مقربه ليها، واللي احنا عرفناه ان في كذا قصه وفي كذا راي، وكل واحد على حسب هو ممكن يحب القصه الفلانيه ويمشي بالزبط. عليها انت فاهم. فخلينا نمشي مع اللي هي حست ان هو الاقرب للاغنيه نفسها. دخلنا في التفاصيل، دعونا ندخل في التفاصيل. ده في ترجمة. يلا يلا سيدي. ألا ماما تعصينا وإحنا لله تايبين. ألا ماما تعصينا وإحنا لله تايبين. ثانية. ألا ماما إذا عصينا إحنا لله تايبين. تايبين. ألا تايبين. ألا تايبين. ماما طبعا يعني. ألا ماما يا أمي. لا. امال ايه؟ خد بقى، خد ده الجديد يا زميلي. ايه؟ ألالا ماما بتتقال البنت عذراء جميله. بيتقال لها ألالا ماما. هو اللي عامل التراك، فهو كده هو بيكلمها. اه صح كده؟ تخيل هو بيقول لا، اصل انا سرحت في المعنى والله. والله سرحت في المعنى، اصل الكلمه تقيله يعني. ألالا ماما اذا عصينا. اذا عصينا احنا لله تايبين. يعني مهما عملنا معاصي مهما عصينا كده ولا كده في توبه موجوده. انت فاهم؟ لا، هو ليها معنى اعمق من كده، بس هو بيتحس اكتر ما يتقال. انت ما تقدرش تقول مش حرفي طبعا بالزبط. لا الا ما ضايت عصينا واحنا لله تايبين. زين سيما نفوت وخاون من الحديد
وتكون السنسة عليها ويكون رسمها شديد ويكون رسمها شديد دوك الخلالة خراس كبار وين بلا وميت ريالة. شامة معلش الدخلة تاني. بص التراك قصير التراك قصير فانا عايز ادخل. بص يعني انا مش عايزه يخلص. عارف لما تكون جعان قوي ومعاك سندوتش صغير هتفضل تاكل فيه حتة صغيرة صغيرة؟ انا حاسس بكده. التراك قصير قوي سحر. لالا ماما زعصينا احنا لله تايبين بالمزيكا بالشكل ده زينين الزمان فوت وخاول موت بالحديد وتكون السلسة عليها ويكون رسمها شديد ويكون رسمها شديد دوك الخلالة خراس كبار وين بلا وميت ريالة. سمعت العود؟ سمعت العود؟ لا لا عود تاني عود تاني عود تاني عود تاني جبهاش. ده قانون قانون مزيكا يا جماعة. انت شايف شايف الكلام؟ انت شايف الحنان؟ انت شايف الصوت ورا؟ انت شايف العظمه؟ شايفه ولا مش شايفه؟ والله بجد انت شايف اصلا صوت الصوت اللي بتغني خرير خرير. ده صوت ايه؟ خرير. ما تدخلناش في تفاصيل. خرير ده صوت خريري. صوت الشجر باين. لا صوتها خريري. صوت ايه خرير؟ صوتها هي خريري. يعني انت عارف ان صوتها خريري بس مش عارف ايه صوت الخرير هو ايه؟ والله مش فاكر كان خرير ايه والله. انا بس الكلمه واحده اللي ما عرفتهاش اللي هي فيها كتره عجوبي. شهاد العمله عملت فيا كتره عجوبي. دي اللي هي عذابي. يعني نفس ال بس انا مش عارف الكلمه جايه منين. يعني شهاد العمله عملت فيا كتره عجوبي. هي لو عجوبي هي عذابي كترت عذابي فهي تمام. هي صح. اعجابي فيها كسرت. شهاد العمله عملت فيا كسره عجوبي يعني كسر. يعني انا خلاص رحت اعجبت. رحت بايه يا ابني؟ لا يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ لا احنا كده ثواني بس. هو بيقول لها في الاغنيه يبرر العاشق لمحبوبته انه لم يخونها مع بنت حليمه. بنت حليمه دي مش هي محبوبته. بنت حليمه دي بنت خالته. فهو بيبرر لها ان هو مش بيحبها. انت فاهم يعني؟ بص بص بنت حليمه بنت حليمه اللي عجناته. العجناته دي معناها ايه بقى؟ عجناته دي معناها ايه؟ انا عجناته دي برضه واقفه معايا تمام. بس هو بيقول العجناته اللي عارفاه علشان محبوب. علشان محبوبي هو دلوقتي بيقول لها ليه ليه انت فاهم؟ فعجناته دي اللي هي ممكن تكون بنت حليمه اللي احنا او اللي انت مفكراني بحبها المفروض ان هي ان هي تمام كده. علشان يا محبوبي على كلامها بيخونها مع اشهاد العامله في دلوقتي بقى المفروض برضو الله اعلم ان هو بيقول لها شهاد العامله اللي عملتيها فيا اللي انت شاكه فيا. ايوه كترتي عجوبي. عجوبي يعني عجوبي يعني عذابي.
ممكن ما تمشيش عذابي قوي يعني، كترتي انا يعني طب انا مستعجب. ممكن تسمح لي لاول مره، بقول لك اهو مستعجب، ممكن كترت استعجابي يعني. ممكن تسمح لي لاول مره؟ ايوه. نستعين بصديق؟ لا انا ضد ان احنا نستعين عشان خاطري. لا مش هينفع. طب انا ممكن استعين انا بصديق؟ اصل انا هتفرق معايا في معنى التراك كله. بقى معكم 30 ثانيه لما بيبدا الاخ محمد بالكلام. اتفضل استاذ محمد فؤاد. جبتك يا عبد المعين تقيل، لقيتك عايز تتعاد. بعد الاستعانة بصديق طلع هو كمان مش عارف. انت متخيل؟ انت متخيل؟ يعني استعانة بصديق مغربي. الناس تبقى عزرانة، عزرانة والله. طيب بس هي كترت عجوبي؟ ما هي ما تطلعش بره الحاجتين دول عامة. لا هي مش اعجابي، استحالة تبقى اعجابي. مش اعجابي، انا قلت اعجابي. ايوه انت قلت اعجابي. استعجابي. استعجابي؟ استعجابي. يعني بقالي ساعة بفهمها منك اعجابي. لا بقول لك كترت استعجابي. تمام نكمل بقى التراك، انا هاخدها على فهمي وارجوك اكتبوا لنا في الكومنتات. انا يعني يلا بينا. الموضوع بقى كبير جدا. عملت فيا كترت عجوبي. ده اللي انا بقوله يا ابني. ما هو ده اللي انا بقوله. انا قلت فيه حته كمان. ما هو ده لا انا ده اللي انا بتكلم فيه. عشان كده اصلا وقفت على عجوبي، ان هو اصلا التراك كله على بعضه هو مجرد اربع جمل بيتقالوا. ده كده عجوبي فعلا. ده كده طلع عجوبي. هم كتروا عجوبنا احنا. التراك كبسوله يا ابني. ده صغير جدا. ده اقل من الكبسوله يا زميلي. ايوه والله ما انا عشان كده كنت مصمم ان احنا لازم نعرف عجوبي دي يعني ايه. وبرضه اختلفنا. وبرضه اللي استعنا بيه ما عرفناش. عشان في اختلافنا رحمه. والله في اختلافنا رحمة. ده حقيقي والله. اقسم بالله. لا بس دي حاجة تحزن. طب حتة كمان. حتة كمان. الموسيقى حلوة قوي 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 قوي. يا لهوي. سحلة. دي في عالم اخر. سحلة. دي في عالم اخر. والصوت بتاعها بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. خرير. خرير ايه نفسي اعرف بس خرير. خرير حق. يا ابني ايه اللي بيتقال له خرير؟ معرفش يا عم انا مالي بقى. انت اللي بتجيب التشبيهات دي، انت اللي مسؤول عنها. مش عارف بس هي صوتها مديني خريف. وشامة بسم الله ما شاء الله برضو. التراك كل حاجه فيه حلوه. حلو يا ابني. مود مود مود. صحراء جرداء. تراك قصار قوي. قصار قوي. ده اقل من ان يتقال عليه قصار قوي. يعني عدى مرحله انه بقى قصار قوي. طب هل مثلا التراك ده ليه فيرجن تاني اطول ولا برضو اكتب لنا في الكومنتات. بس هي كده واخده جزء من القصيده صغير صح؟ اكيد والا اكيد. بس حلو قوي حلو قوي. احنا ننهي بالموسيقى. ننهي بالموسيقى يا زميل. ودي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معاكم دادي شاغي. سلام.